تروى علاش ما كانش حبرش هالتجربة؟ والله شوف تروى هي زياد لعب معاك هو وقتها زياد معايا زياد قعدت 6 شهور غادي انا قعدت 6 شهور في تروى خاطر اما مشيت وقتها تروى ما حس ما فهمت اللي الانتداب نتاعي صار من عند مع البريزيدون والانتونان في بلوش اللي انا جيت فهمتني في الستيل مثلا لونتونيم في بلوش اللي انا صار معناها ال ريكروتمون تاعي فهمتني خاطر جيت من ليسبيرونس في تروا نص نهار الخميس اونتونور يحطك كونتر مارسي نهار الاحد حب يحرقك صحيح وديجا من الماتش هذاك ما عملتش ماتش بيني انا وصلت نهار الخميس نهار الخميس من باحة ترانيت مع صحاب تعاش اسميهم نعرف كان زياد وقتها يموجين معناه وصلت نهار الخميس انا التروى نهار لحد نلعب تيتولير اش معناه وانا حاجتين اوه لونتونير حطك فم مدفع يا تورا يا فورا عرفت معناه يا يقول لهم اش عملت وقتها بون سوا قعدت خدمت اللي عليا عملت اللي عليا خرجني في ال 69 مينوت هكاك فهمت ما عاونك زياد في اون جينيرال نحكي في التجربه نتاع تروا هي تجربه صغيره بالنسبه لي انا فهمتني وزياد وقتها عندك جونفي كل زياد وقتها في الكوب دافريك فهمتني 2006 زياد من بعد جاي معناها جاي في اخر تيلي شو باش نعطيك حاجه فيش باش نعاونك معناها فيش باش نعاون فيش باش نعاونك معناها انت وانت انت واحد تلعب فيرت بوست انت واحد تلعب فيرت بوست فهمتني خويا دراك يا عليف راهو فهمت خاطر فيرت بوست تنجمش تجي انا سامحني انا نقول انا في بلاصه زياد ما نجمش تجي انا تكون كور كل شيء باش معناها باش سامحني باش يجي زياد ينحي يقول لا انا نقعد على البنك ويكور عليه ما تجيش فهمت فهمتني هذه معناها بوست خاصه بوست دوز اتاكون انت يا اتاكون وانا اتاكون يا انت تكون حاضر ما كنتش نفس البروفيل مانيش نفس البروفيل لازم حتى مع بعضكم علي بون وقتها موجود شو اسمه سيباستيان جراكس وقتها موجود فهمتني جايبينه من يظل لي مليون فهمتني ولوندونير وقت يحب سيباستيان جراكس معناها زياد الحاجه به اللي عملها معناها زياد ما حسسنيش لي انا وحدي معناها فهمتني